تكررت الاعتداءات على المستشفيات والكوادر الطبية العاملة ووصلت في بعض الأحيان إلى مرحلة الاستهداف والتصفية خلال الأشهر الأخيرة. البعثة الأممية في ليبيا أدانت الاعتداء المسلح الذي تعرض له مستشفى الجلاء للنساء والولادة بالعاصمة طرابلس مطلع شهر أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى توقف جميع الخدمات الطبية غير الطارئة بالمستشفى لمدة 3 أيام. بالانتقال إلى الجنوب تحديدا إلى مركز سبها الطبي، حيث تعرضت إحدى ممرضات قسم الولادة بالمركز إلى الاعتداء بالضرب منتصف شهر أكتوبر الماضي، وهي ليست الحادثة الأولى بحسب تأكيد مكتب الإعلام بالمستشفى، إذ سبق وأن تعرضت ممرضة تعمل بالعيادة الخارجية الطوارئ إلى الضرب المبرح من قبل رجل وثلاثة نساء. وفي مركز سبها الطبي أيضا، والذي كان له النصيب الأكبر من الاعتداءات على الكوادر الطبية العاملة به خلال الأشهر الأخيرة، حيث تعرض مطلع هذا الشهر اختصاصي عظام عراقي الجنسية لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة بمنطقة الناصرية وسط سبها. هذا الاعتداء سبقه اختطاف مسلحين للمراقب المالي لمركز سبها الطبي، ولم يكشف عن مصيره بعد، فيما أطلق سراح المراقب المالي السابق والذي كان مختطفا أيضا بفدية مالية.